warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sadqi wal wafa. Amma ba'd. أيها الأساتذة الكرام والمستمعون الحضار والطلبة الأعزاء، في هذه الحفلة المباركة المبرقشة يسرني ويسعدني أن أشاطر معكم بعض التفاكير النيرة حول مادتنا المهمة كاد المعلم أن يكون رسولا. أولاً وقبل كل شيء أشكر الله الذي أتاحني هذه الفرصة الغالية، الحمد لله على كل حين وحال. أيها الإخوة، قال جل وعلا في كتابه المنزل على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحقيقة التي لا مراء فيها أن للعلم والمعلم مكانة عالية وأهمية بالغة في الإسلام، وقد كان العالم في القرن السادس المسيحي جسداً بلا روح وجسداً بلا ضمير وجسداً بلا قلب، فأصبحت الأمم والشعوب قطعاً من الغنم التي لا راعي لها. إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله تعالى، ولم يكن من السهل أبداً أن يقوم في هذا الجو شخص ينادي باستبدال شؤون الحياة الفاسدة بالصلاح والخير. ولم يكن صلى الله عليه وسلم رسولاً فقط، بل معلماً مثالياً يخرج الإنسان من الظلمات الجهل إلى عالم النور والعلم والهداية بما تحمله كلمة من معناه. أحبائي في الله، قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ بافر. وإذا استعرنا التاريخ سنجد عديدا من العلماء الذين خدموا خدمة جلية وضحوا بأنفسهم وأنفاسهم من أجل الإسلام وتقدم الأمم والشعوب، ومما لا يشوبه شيء من الشك أن أنشطة العلماء الذين هم لعبوا دورا هاما في تقدم العلم والأدب يسرت سبيل إلى هداية الناس والأخلاق الحميدة من المفاسد والمظالم والمشاكل بكل ما في كلمة من معنى. يا أهل الجود والكرم، قال الإمام العلامة الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، البهائم تعيش كما تهوى الأنفس. والمعلم الحقيقي من بذل قصارى جهده لتهذيب أخلاق تلاميذهم، ومهنة المعلم هي مهنة أساسية وركيزة مهمة في تقدم الأمم وسيادتها، وهو صانع الأجيال وباني العقول. المعلم جزء لا يتجزأ من حياتنا المادية والدينية، وهو والد يؤدي
يهذب بالحسن ويهذب بالحكمة ويقص حينما تجب القسوة، ولكنها قسوة من يريد الخير لابنه وتلميذه. لا أريد أن أطيل كلامي وأختتم كلامي منبها إليكم رسالة قيمة: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.